again. Hey guys, now we'll explain breakdance tutorial stand swipe. Let's go guys. انستا الانجليش ده كابتن جاب نفسك معاكم. نشرح بقى كابتن حركه في بريك دانس جميله جدا اسمها ستاند سوايب. هاو تو دو ستاند سوايب توتوريال. اوكي يو ريدي؟ I'll explain now. هشرح دلوقتي كابتن حركه ستاند سوايب. خدنا قبل كده كابتن حركه اسمها سوايب. اوكي عرفنا اللي هي بكون قاعد كده وبلف كده تمام. دي سوايب. وخدت اللي هي ماستر سوايب قبل كده اللي انا باخد كده. اوكي خدت سوايب على رجل الاثنين وسوايب على رجل واحده وبلف ورا بعض. لكن بقى حركه يا كابتن النهارده ستاند سوايب، يعني بتعمل سوايب وانت واقف. شوف شكل الحركه يا كابتن اهوت واقف وانا واقف ستاند سوايب. Now we must learn it. لازم نتعلمها ولازم نركز. يبقى يا كابتن انا بنزل فيديو على يوتيوب حركه اسمها في البحث ايزي سوايب. انا بنزل كده بكون قاعد اوكي بلف كده. دي ايزي سوايب عشان تعرف تعمل بقى ايه ستاند سوايب. طيب اول حاجه يا كابتن، الناس اللي بتعرف تعمل ايزي سوايب هتبقى حركه ستاند سوايب سهله ليك قوي يعني. طيب الحركه كلها يا كابتن عباره عن ايه؟ عن لفه وانا واقف بلف رجلي زي كده شايفين تمام، وبضرب بقى ايدي من فوق. يبقى هي يعني الجزء اللي ممكن تلاقيه رخم معاك شويه اللي هو ضربه الايد دي اللي هي دي. طيب اول حاجه يا كابتن نركز على الرجل، بعدين نشوف الايد ازاي بتتعمل. زي ما قلت يا كابتن ان انا في الحركه في ناس بتاخد الجزء ده تمام، وفي ناس بتعمل لك الجزء ده. اوكي زي ما قلت يا كابتن في اول في الحركه مش بتاعت اول مره الرجل ازاي بعملها في ستاند سوايب او سوايب او ماستر سوايب. بكون راجع لورا تمام، برفع الرجل الاولى واحده وراها ايه الثانيه اهو. بصوا معايا يا كابتن، ها واحد اثنين، ها ثاني اهو واحد اثنين، ها بروح طبعا ايه لافف ايدي اهو واحد اثنين واحد اثنين. اوكي طبعا يا كابتن ايه بقى مع ايدي بروح ضارب ايدي ورجلي مع بعض اهو رحت كده. دي سوايب تمام، حركه سهله وانا منزلها في الفيديو. اوكي انا بقى كابتن ستاند سوايب هاخد نفس التكنيك ده بس وانا واقف تمام. بصوا معايا الايد اهي، انت محتاج دلوقتي انك تعمل راوند ويز يور هاند. اوكي يعني تلف ايدك كده بس من فوق، انت دلوقتي محتاج انك تلف ايدك دي ها كده بس بقى وانت واقف. وطبعا هتاخد معايا ايه رجلك واحد اثنين. ازاي بقى يا كابتن وانت واقف كده ايدي؟ انا مثلا دلوقتي انا بعمل السواب الاتجاه النهون الاتجاه ده ناحيه اليمين، وفي ناس بتعمل السواب الاتجاه ناحيه الشمال. هقعد يا كابتن الاتجاه ده، ايدك بص بتلف ازاي وانا واقف ازاي. بصوا كده واحد وراها الثانيه، وجسمك ده بتلفه جسمك بتلفه ايه لجوه. بصوا معاك وانا قاعد اهو بص واحد شفت ازاي. بصوا كده قاعد اهو شويه، بصوا دي اهي واحد شايفين وانا واقف. بصوا اهو واحد اثنين. يبقى انت بتلف ازاي؟ مش بتلف مش بتلف وانت واقف مكانك كده، يعني مش بتلف وانت ده واقف كده، لا لازم ده يلف مع ايدك. بص واحد كده اهي دخلت جوه كده اهي ورا ايدك التانية. بص كده معايا اهي واحد اثنين تاني. بصوا اهو واحد اثنين واحد اثنين تمام. يبقى انت يا كابتن اللفه العاديه بصوا انا كده قربها لك وانا بكون واقف بروح على ايدي ازاي جاد. بصوا كده رحت كده بص بس كده اهي ورا ايدي ايه ورا ايدك ايه تاني كده شايفين، ومع ضربه رجلك اهوت. اوعى حد، في ناس تعمل كده بصوا في ناس تعمل كده كده، لا في ناس تعمل عجله. انا مش عايزك تلف ايد هنا وايد هنا، ايدك دي بتلف وراك، ايدك بتلف وراك ما تنساش غنيتها لك اغنيه
وما تاكلش كتير طعميه، لازم تاكل كتير محلبيه. يلا لعب الحركه عشان تتعلمها. 100 100 تمام. يبقى ايدك دي بتلف فين؟ وراك. ازاي ورايا يا كابتن؟ يعني محدش يعملي بالجنب كده. لا وميت لا. دي بتلف بس بس اهي شفت وراك كده. بص 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 فين ايدك؟ ايدك فين؟ اهي وراك. يبقى انا يا كابتن بلف جسمي ده. اوكي. لا يعني انا كنت هنا دلوقتي روح واخد ازاي؟ اهو واحد اثنين شايفين؟ اهو واحد اثنين شايفين؟ تاني بصوا اهو واحد اثنين ها الايد تاني اهو بصوا اهو واحد اثنين. بتروح بقى وانت ضارب ايدك واخد رجلك معاك. رجلك بقى اللي هي ازاي زي ما قلت اهي كده ثلاث ورا التاني. رجلك ازاي زي ما قلت بص اهي واحده رايحه ورا التاني. بتاخد بقى كله مع بعض من فوق. يعني وهي ايدك رايحه كده تروح محرك رجلك. اه بص اهي شايفين؟ يبقى اهي بص اهي واحد اهي اثنين اهو من فوق بص ها بص اهو اهي واحد اثنين ثلاثه. اوكي. يبقى انت يا كابتن سندس قفايط علشان تاخدها من فوق بتراعي بتركز ان ايدك تمام بتلف اللفه اللي هي دي ها بس من فوق. تبدا تتعلم عليها انك تعلى شويه زي كده تمام. تاخدها من فوق زي ما قلت انك بتلف ايدك دي فين؟ بص فين؟ وراك كده واحده كده واحده كده وراك كده تمام. تروح واخدها الحركه كلها مره واحده وتركز انك تلف ايدك ورا. اوكي. ممكن تعمل حركه بقى بعدين ورا بعض. واحد اثنين ثلاثه. بتتمرن حركه كتير ستاند سوايب. كل محبي بريك دانس والكابويرا انتظروا المزيد والمزيد ويا رب وفقكم دايما ونستمر نستمر نستمر نتمرن نتمرن نتمرن. كيس. السلام عليكم.